أسرار الغيب كتيرة وغريبة، قصص وأحداث يرويها لكم خالد كامل في أسرار الغيب على راديو الأهرام. على راديو الأهرام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، مستمعي راديو الأهرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الغيب. في الحلقة السابقة توقفنا عند موت شيث ابن آدم عليهما السلام، وأن من خلفه بعده كان أنوش ابنه. اليوم نتحدث عن سيدنا إدريس عليه السلام. وإدريس سمي بهذا الاسم من كثرة دراسته ومدارسته ومطالعته وقراءته للصحف التي أنزلت على شيث عليه السلام وعلى تعاليم آدم جده عليه السلام. وإدريس هو أول من خط بالقلم وأول من كتب كتابة، وهو أول من خاط خيطا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وذلك كما جاء في الحديث الذي صححه ابن حبان ولكن ضعفه الإمام الألباني، ذلك لأن الأخبار الكثيرة الواردة عن إدريس غالبها من الإسرائيليات التي كما هو معلوم في علم الحديث ومصطلحه يمكن الاستئناس بها، غير أنه لا يمكن التعويل عليها ولا الجزم بثبوتها أو بصحتها. وإدريس هو أخنوخ، وأخنوخ هو النبي الثالث بعد آدم وشيث عليهم السلام جميعا. ونسبه هو ابن من؟ إدريس هو ابن يرد ابن مهلاييل ابن أنوش ابن شيث ابن آدم عليهم السلام جميعا. ولقد كان إدريس عليه السلام متبعا لنهج والده ونهج أجداده من قبله، حتى أنه ورث النبوة، وقال عنه ربنا سبحانه وتعالى إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ولقد أوتي النبوة من بعد آدم وشيث عليهما السلام، وقيل أنه أدرك من حياة آدم 308 سنوات، وقيل 622، لكن أيا كانت الروايات فقد أدرك عمرا ليس بالقليل في حياة آدم عليه السلام. ولقد كان إدريس عليه السلام من مواليد مصر الحبيبة، حيث ذكرت بعض الروايات أنه ولد في بابل من أرض العراق، وبعضها الآخر قال أنه ولد في مصر، وهو الأمر الأرجح عند كثير من العلماء، وهو كما قلنا ثالث أنبياء البشرية بعد آدم وشيث عليهم السلام. وقد اتبعه رهط قليل وخالفه وعصاه غالب الناس، مثل ما هو الأمر مع كل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم وسلم جميعا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي وليس معه أحد. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أسرار الغيب. شكرا على حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. كان معكم خالد كامل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في أسرار الغيب على راديو الأهرام. على راديو الأهرام.